صلى الله عليه سؤالين. السؤال الأول، هل لو أن حصل في هذا الزمان تساهل بعض الشباب في ترك الصلاة، لو أن شاب توفي وشاهد عليه من يعرفه في خاصته وعامة أن هذا الرجل لا يصلي لا في بيته ولا في المسجد، لا يشهد الصلاة سنين، هذا الرجل هل ينبه الإمام على عدم الصلاة عليه؟ ثم شيخ، لو قدر أنه دفن وعلم الناس بأنه مثلا رجل لا يترك الصلاة بعد دفن، هل يخرج من قبره ويذهب به يعني خارج مقابر المسلمين؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني شيخ، مسألة الإغسال، سؤالين. السؤال الأول، رجل قد تحقق منه أنه لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد ومات على ذلك. أما الأول فهذا مبني على حكم تارك الصلاة، ونحن نعرف أن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها، ولكن العلماء بعد الصحابة لم يجمعوا على هذا، فقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أن تارك الصلاة لا يكفر، ومعرفة هذا من المهمات لأنه مرتبطة بالسؤال الأخ يقول هل ننبه الإمام على أن لا يصلي عليه؟ فقد يكون الإمام يرى هذا الرأي وهو مما يذهب إلى أنه لا يكفر، كما نصر هذا القول ابن قدامة في المغني واحتج على ذلك بواقع المسلمين، يقول لا يزال أن يصلون على تارك أصلا فلو كان كافرا ما صلوا عليه، أصلا فلو كان كافرا ما صلوا عليه، وهذا الاستدلال في نظر لأن يصلون عليه بناء على أنه قد يصلي في البيت ولا في دلالة على أنه إذا كان ما يصلي فيصلي عليه، ولكن هذا ينبني على التفصيل المتقدم وهو إذا كان الإنسان يعتقد أن تارك الصلاة كافر كما هو الصواب، وبالأمس حقيقة بعد هذه المسألة ذكرنا الأدلة كثيرة جدا على كفر تارك الصلاة، ففي هذا الحال الإنسان ما يصلي عليه، لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، وهذا مع القطع بوجوب القطع بأنه لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد. أما إذا كان لا يصلي في المسجد يصلي في البيت هذا ليس بكافر. وأما مسألة تنبيه الإمام، فهذا إذا كان وحده ينبهه أو يخبره بالموضوع فهذا من حقه، لأن هذا منكر ظاهر، والإمام بعد ذلك ربما هل يرى أنه كافر أو غير كافر ينبني عليه الحكم المتقدم. وأما من يعتقد عدم كفر تارك الصلاة فهذا واضح أنه سوف يصلي عليه، وأما مسألة نبشه فهذا يتولى أمر أهله، لأن طائفة من العلماء يقولون أن تارك الصلاة يعامل معاملة المنافق، يعامل معاملة المنافق، احتمال أنه يصلي ونحن لا ندري، احتمال أنه يصلي ونحن لا ندري، لكن لنا نحن ظاهره ولا نستطيع أن نقطع بأنه قد لا يصلي، لكن نعامل معاملة الظاهر ونعامل معاملة المنافقين.